مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ويلها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، ويعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح دفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. معناتها خيال. ليلى رسامة وترسم من الخيال، رسامة كاتبة وتكتب من الخيال، يعني كل خيال في خيال. أوه.
وينك يا جيفا؟ وينك؟ جيفر، ألمي الأكبر، الغائب الحاضر. حواش ما قلت لي ان كل اللي استوى من فلوس الخايس اللي اسمه ديعب. على من بيسوي معرض بهالتكاليف؟ الشباب توهم بادي. حواش ما قلت لي بدل ما اروح ارز وجهي في وجهه. لا ويتحكى عنك كانك ولده. عم ذياب ابو الجميل. لو قايل لي كنت ما بصير. انزين حواش. لأنه ويش؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قول حوش ما تباني يتقرب من عم ذياب. حوش حلفت إني ما أشتغل بشركته. إذا فلوسه حرام خبرني. طبعا فلوسه ما حرام، لأن الكل يعرف إن أبوه وأجداده كانوا هناجرة أغنياء، والشركة حالة وحال مرحوم أخوه. هاي وين المشكلة؟ شفت كيف كان يحبني ويحب للخير؟ كان عازم ناس مختصين في الموسيقى مخصوص عشان يسمعوا عزفي. أنا شفته وش سوى، لكن سير نشده. إيش اللي خلاه يعف شغلة يد أبو سعد الحلاو؟ تعرف حويش؟ لأنها لا حالة ولا حال حد من طوايفه. لا حالة ولا حال حد من طوايفة. طلال، طلال. هذا قال لي لا تقول حد. خير سعد؟ بس ماشي شكرا. ماشي طلال وطلال وموقفني برا على البيت، والحين تقول لي بس ما شيء؟ قول ايش عندك قول. ما يستوي اقول لك لانها مفاجأة، وهو قال لي يا ويلك لو تقول حطلال اني جاي باكر. جيفر؟ يا ويلك لو تقول حد، وخصوصا جيفر. لا تقول لاني انا اللي خبرتك، فاهم؟ هذا سر. اطمن، سرك في بدي غريز. طلال. على أمك. ما في شيء. أنت معاي بني، كأنك مريض. أخلي سما تكشف عليك. سمعني؟ كلهم هني. طيب.
عمي انت بخير؟ اكشف عليك. قولي لي من وين يبدي هالقصة؟ اي قصة؟ قصة الميت اللي قام. القصة من خيالي، ما سمعت الإشادات ابها؟ كلهم قالوا القصة من زمان غير هذا الزمان، ابتكارية وممتعة. من زمان غير هالزمان، خيال يعني. عمي كأنك مريض، أوديك المستشفى؟ الحين أنا ارتحت، بطلع شوية أنفه عن عمري. عمي طمنوا طمنوا وأنا بخير. من زمان غير هالزمان، أنا بخير بخير. بحر هو اللي عرفني عليه خالك. أنا كنت على هوري وما أشوف إلا هو غرقار وسط بحر، وكان موي وريح صرصر وطوفان ورعد وبرق، وما لقيت عمري إلا أسبح وأجيب للهوري. ومن يومه أنا وخالك مثل الأخوان. هذا اللي كان السبب. علامة ذيك ذا الشرب عيونه. الله يسامحك يا أبويا، الله يسامحك.
صباح الخير. صباح النور. الأمسية كانت جميلة. شكرا. أكثر من رائعة. شكرا عن إذنك. كانت جميلة أكثر من رائعة، فريدة من نوعها، موسيقى وقصة وفن تشكيلي وسط كل هذا الفرح وهذه السعادة. كان ينقصني شيء مهم، وجود جيفر إلى جانبي. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام، أهلا فهد. طمني عليك عمي. أنا بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. درب السلامة إن شاء الله عمي. الله يسلمك. السلام إن شاء الله. مع السلامة. حويش خليت الناس تنتبه لك؟ من متى تأثر فيك القصص الخيالية يا ذئاب؟ المثل يقول اللي لا تغتن الحية يخاف من الحبل. اسمعني يا ضابط سيف، انا تراني غوازي ابغاهن وما بتنازل عنهن. 1000 ريال، ريال ينطح ريال، وابغاهن تو وهالساعة. امهن وابوهن 200 ريال ما غيرهن. بعدين خبرني من وين تعبك وشقاك. خلينا نتحسر قدامهم، يمكن يعطوني فلوس من عندهم. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. وايش مستوي؟ وايش عندك انت؟ انسرقوا علينا 1500 ريال، ايايات من مكدة وتعب. 1500 ريال؟ انت من وين لك 1500 ريال؟ كذاب واحد. جمعة ارسيلك على برا، مرة تقول لنا 800 ومرة تقول 1000 وتو يالس تقول 1500. اعطينا اخر كلام عندك. اللي تيود بيد الكرام مقبول. وش تقصد؟ ما فهمتك. كذاب هذا صديق. وش هالخبر اللي سمعناه؟ الفلوس اللي تعطوني اياهن ادفنهن في التراب، لان اي مكان في البيت ما اضمن ان يمع ما يشيلهم ويطلعهم من ريحتهن شروس النور. زين وش دراج؟ يمكن هو راعي السالفة. والله ما حشا، بس هو حلف لي 400 يمين، حتى هو اللي راح يركض يبلغ الشرطة. حضرت الضابط، انا اتهم كل اهل الحارة وما اصدقهم لو يحلفوا 100 يمين الى ما يطلعوا الفلوس. الحمد لله ما ناقص شيء. ها؟ وإيش العلوم؟ يا زي تعصر قدام الناس، هو الغم هو اللي راكض يبلغ الشرطة. أكيد تورط. والدك سروت زيبق ما يتجول. ويلا أنا الحين رايح الدكان. حوش نازلتي؟ لازم اتنازل ولا تباني اتهم ايراني. انا اتهمتهم قبلش وكنت بطلب من الشرطة يخلوني افتش بيوتهم بيت بيت، لكن انت ضيعت علي لما تنازلتي. انت ما صاحي، هذول ايراني وعيب علي اتهمهم بلا دلة. وهم ما عيب عليهم يسرقوش؟ انت تعرفهم؟ من هم؟ اللي سرقوا الغوازي. ومن وين بعرفهم؟ عايل اسكت. واسكت ببلاش؟ كذي السالفة. 4 ساعات وانا اتعصر قدام الضابط سيف، واخرتها يمتي لي فلوس من اختش وذياب. دي حالش دي بس؟ كيف هذه اللي ما فيهم احساس؟ عمر الشقي. ايش رايش حبيبتي تجي معي السوق عشان اشتري لك ملابس جديده؟ ما اقدر. ليش؟ ما يخلوني اطلع. ما عليش منهم، انا بخبرهم. ها ايش قلتي؟ بس اخاف ماما تزعل. ماما؟ ماما سما. ماما سما لما تشوفش لابسة ملابس جديدة أكيد بتفرح. ها إيش قلتي؟ كله ولابد.
اليوم بي أشوفه، ما أقدر أصبر أكثر عن كذي. يومين ما أشوف ولد سعد. إنزين يا بنتي، ودعت الله. هلا ماما. هذه حرمة أخوك سعد. تنشد حواش من يومين ما حد زارها. كأنها ما تعرف. أنا أكثر واحدة بموت على شوفة ولدها، حفيدي الأول. طريق يا حضرة الملازم؟ إن شاء الله يا عم، إن شاء الله. دعواتك بس. الله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله خير. يلا بس استأذن عنك. درب السلامة يا ولد. الله يبارك. صباح الخير. طال 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 عمرك. تعال يا مسود الوجه، ما دام انك شاطر انك تسرق حواش ما سويت اللي طلبته منك، ولا بس شاطر على صفية وبس؟ والله العظيم مظلوم طال عمرك. طاب حسك. انا متأكد انك انت السارق، ولا الحرامي من وين يعرف مكان؟ أوامرك طال 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 عمرك. كذاك أباك، أباك تنفذ اللي طلبته منك. إن شاء الله طال 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 عمرك. بتسير عند الشيخ حمود وتنفذ كل طلباته، وأنا قلت له إنك أنت ثقة وتنفذ كل اللي طلبه منك. حاضر طال عمرك، حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أبوك تو؟ سلم عليه وايد. أيوة بس أبوي ميت من سنين. أبوك ما ميت. آخر مرة شفته من أيام، وقال لي إنه يعيش وسطكم وإنه مشتاق لكم وايد. لا تنسى تسلم على ذياب ونشده. حاوش أبوك ويده ما
ماتوا في نفس المكان. توك تقول أبوي ما ميت؟ وشوفنا من بعيد لبعيد. تبى نسيتي هالسالفة؟ حد وراي، حد يراقبني، مين بيراقبش؟ خليش عن هالوهم. انتي ما تشوفين شيء؟ انتي تهادالش، يتهادالش يا بنت الحلال. والورد اللي عبابي يتهادالي؟ أنا قلتلش يمكن طايح عن حد. أوه، انتي بروحش يبالش بارض. ما حد غيرش يباله بارض. سلم على ديار ونشدة. حاوش أبوه ويده ماتوا في نفس المكان. تحبي باكر نطلع نطلع مرة ثانية، بس ها ديري بالك هالموضوع يضل صار بيني، ما لازم حد يعرف عنه، لأنه لو عرفوا بيشيلوا كل اللي اشتريتي حبيبتي. تمام؟ وش اسوي؟ انت تعرف طلال لازم يعرف كل شيء. كيف كيف؟ ما عليك منه؟ اصلا سعد خبرني بجيتك من غير ما حد يساله، مسعود ما منشود. وانت ما لقيت حد تقول له سر غير هذا؟ اقول لك عادي. شوف لوحة جديدة. حد كسر اللوحة الجديدة. قصدك اللوحة الجديدة؟ سالفة طويلة، بقول لك إياها بعدين.
بس لو شفت الفيلم اللي سواه عمي عشان اللوحة اللي لقاها مكسورة بتستغرب. سما أزقرش ما تسمعي؟ آسفة ما بس كنت أشوف جيفر وطلال وسعد. من قلتي؟ جيفر؟ هاي شكله تورات من السفر. ستوني يا من بيتهم؟ هاي الأمة ما قالت لي. يمكن حب يسويها مفاجأة. ويشش بالعذاب يا موزة، قلنا لك استريحي بنيب أكل من المطعم. يعني ما يعيب وقت طباخي؟ عاد من حلاوة الطبيخ بعد. بتاكله غصب عنك. حتى المو يطلع من يدين الشهد. ما أبا أخلي لك سبب تتزوج عليه. أعرف أعرف هالحركات. من هذا اللي بيحبني درس؟ ما أعرف. محات البيت؟ بس يفتح. زين 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 زين. سلم على امك. هي تسلم عليك بمغاريفها. ان شاء الله عيب الصفاري بعده. ولدي ولدي حبيبي ولدي الاكبر بعد عمري الغالي. جيفر مشتاق حلك لش الوالده. كني حاسه انه يعني سويت له احلى الاكلات. الخير وايد وبتنترس بطونكم من الاكل اليوم. ما حد قال لي فجأة. هذا صوت الأطفال. حبايبي أحيدهم يحبوا عمهم جيفر. من زمان ما لعب معهم. أكيد ما ودروه من يوم وصل. لا ومسوين يلسى ما أحلاها. جيفر ليه تسلم عليك؟ جيفر مشغول مع الأولاد ويسلم عليك. أظن فهم أن هذا مصيره ومن مصلحة إيجار الحاصل مهما كان صعب. مهما كان صعب. Thank you.
سافر وما خبرني، ورد وما خبرني، ولا حتى كله بخاطره اتصال. هذه بقايا معرض الفنانة ليلى، والموسيقار فهد، والكاتبة القاصة سما. سما؟ كاتبة قاصة؟ سامحيني يا سما. ما سامحة يا بنتي، يمكن مشغول بدراسته، حتى اتصالاتي ما كان يرد عليها. جيفر اخوي. هيثم سامحني يا اخوي، ما قدرت اسلم عليك اول ما شفتك لاسباب اضطراريه، بطني من الصبح يعورني، ما اعرف حوش. يمكن ماكل او شارب شيء يعور بطنك. مشتاق لك يا هيثم. اذا صدق مشتاقني خلنا نشوف الشنطه. مسوت لنا سمحه جيفر، تعرفه ما يحب يفطر الا على الثريد. الله لا يغير علينا يا مسعد. عسى مخوتنا دائما ان شاء الله. حويش واقفه، دخل سما روحها في البيت، بصير اساعدها. خليها تي نفطر مع بعض بمناسبه ردت جيفر. ما علي حبيبتي، بي ان شاء الله بسلم عليه بعد المغرب. اكيد هو بعد جاي من السفر تعبان ويبغى يرتاح. وسما عندها مناوبة في المستشفى الليلة. ما قلت لي وش سميت ولدك؟ بعدني ما سميته، اتريى اسامي جديدة تنزل. وش رايك تسميه عمي على اسم عمي الله يرحمه؟ ايوه كذي سمعنا ضحكتك من ياي ما تبوزك شبرين. نستوي نسخة ثانية غير جيفر اللي نعرفها. يلا تحرك، ضيف حفيد جديد للعيلة ترى. سعد هذا ما وقت، الأيام جاية وبنتكلم إن شاء الله. قبل لا تسافر كنت متحلفني إنك بتسوي العرس بلي. ها أمي وش سويتي لنا حل الفطور؟ سعد وين رايح؟ سعد مستعجل، مشتاق حق ولده. يبى يحضره ويعلمه المبادئ والقيم اللي تربى عليها. اهم شيء القيم، اذا راحت القيم راح كل شيء. ما سلم علي. كنا ما هو. ما
قال شيء عن الموضوع. يا ترى ويش اللي ببالك يا كيفك؟ ويش اللي ببالك؟ وش سالفتك؟ حيرتني تراك. كأنك ناوي على مشكلة يا ولد عمي. سواقك من سما استوى مشكلة؟ هذه سما تتشكر لك بالسلامة و... رد عليها قولها تسلم يدينش على التريد. كنت دائما اقول لسما انت مميزه فعلا. صرنا في القرن 21 واللي في وضعش في حياتهم ما دخل المطبخ، واللي يدخل المطبخ يطبقوا تعليمات كتيبات الطبخ. تقول لي تعلمت اسوي خبز الخال علشانك لانك تموت في التريد. ايش كان عندنا شقيفة؟ أول قل لي ويش اللي بينك وبين قيفة؟ شي سالفة ما حين بينكم. لا تشغلي بالش، والدي شهادة يدل عليه، يوم يبى الشي ويوم ما يبى. ويش يعني؟ خلاص؟ ما يبى سمع؟ إذا يباني يقطع لقبته يقول ما باه.